ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم شباب للعبة ودي أجربها من أول، وأخيرا نزل لها ديمو اللي اسمها هالو بادي تقريبا. طبعا هي بلايم بوت تيسر، مجرد ديمو تجريبي نزل اليوم للعبة دي. لعبة رعب محاكية أو نقول معطية جو الألعاب الكلاسيك من سايلنت هيل، وأغلبها قريبة لسايلنت هيل أكثر شيء. في ناس كثيرين يعشقوا لعبة سايلنت هيل، وهذه نقول قريبة منها. فحياكم الله عيال، نجرب الديمو. صراحة متحمس أنا أجرب الديمو معاكم، ودي أجرب أشوف الديمو هل اللعبة تستاهل ولا لا. أوكي نديد بالشو كيس. أوكي هالو بادي بليز كونسرن ويش ليست أوكي تو سبورت ذا جيم. والله أنا عامل لها ويش ليست من زمان يا حبيبي. نبغى نشوف إيش عندك من محتوى، إن شاء الله يكون على قد التوقع. Warning. Severe weather conditions identified. You think? You think? We'll give it away. Several of my atmospheric sensors are reading concerning levels. That was a rhetorical question, babe. Well, I recommend that we establish a safe landing zone with the utmost urgency. It's all right. We will. We're about 3 miles out from where Sasha was posted. You think you can hold on? There is a statistical probability that ignoring these warnings may result in an incident with fatal repercussions. Sorry, I am unable to process your request. The root function termination is protected and will require admin. Navigation بدأ يخبط. Shit. طبعا انت راكبة سيارة ولا طيارة ولا ايش؟ واو! كأنها كانت في عالم سايبر بانك ونزلت في عالم سايلنت هيل. من عالم متقدم الى عالم مرعب ومدمر وحالته بالبلاء. صح؟ ايوه شوف السيارة، حط السيارة. اوكي. طبعا كان بتدور على واحد اسمها ساشا. وعلى اساس انه يتقابلوا في مكان قريب، بس ادينا سايلنت هيل طلعت لها. اوكا بيقول لك سمول اوف الكتري فاير رين باوندد. اوكي. I tried to call for help but my radio cannot catch a single through the storm. يقول اوكي حاولت ان ساشا was out there somewhere. يقول تقول ساشا انها موجوده في المكان هذا في احد الاماكن هذه. I need اوكي تبغى بلان للهروب. I had found vantage point some places high enough to get signal through my radio. اوكي يقول ابغى مكان عالي انه الاقي اشاره عشان اطلب المساعده لانه الراديو ما في اي. This wasn't over. انا عاجبني المطورين الانديه والمستقلين او المطورين الصغار والله بدا يسوي شيء حلو. وبعض الاحيان انه في تمثيل صوتي وفي جرافيكس وفي شيء ممتع على قد ميزانيتهم. اوكي. System critical. Oh, switch. Okay. System critical. أنا أقول لك سايبر بانك مع سايلنت هيل مقدمة. طيارة كذا متقدمة وطائرة في الهواء. وسيستم كريتيكال والعلامات اللي كذا جالسة تطلع ليش هذا هنا؟ على زاوية الكاميرا يا يعني. يو على زاوية الكاميرا. اوه بخاخ ريزيدنت ايفل سبراي. اوكي طب اضغط واي ايتم. اوه اي هاف جن. اوكي طب وات از ماي هيلث. روح يمين يسار. اوكي يوز معلش انا جالس. اوكي اكس تضغط اكس ويجري. خلينا نشوف بيطلع طلع السلاح. معلش خلينا نتاكد انه ايه انه نحن معانا السلاح هذا ريفايفل. اوكي ياب حاليا هذا السلاح. المفروض انه في ليزر طبعا. مهمتي حاليا ادور ساشا، بس المهمه الاوليه انه اروح في مكان عالي.
عشان الاقي الشهرة ويكون إشارة للراديو اللي معاها يسوي اتصال أو تطلب المساعدة. حلوين. حتى ذكرتني شوية 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 كشكل ديزاين البطل والبطلة في لعبة تقريبا لعبة فير إفكت، كانت على بلايستيشن 1 من الألعاب الحلوة واللي كنا منتظرين منها ريميك، بس للأسف إنه ما طلع منها شيء اللعبة دي. ولا من الألعاب اللي مرة كانت حلوة جدا ولها جزئين، كانت من الألعاب اللي مرة استمتعت فيها، لعبة رعب عجيبة غريبة ولها عالمها الخاص وذوقهم الخاص في اللعبة دي. من جيت الساوند تراك يعمل لك اتنشن، يخلي الأعصاب مشدودة. هل ايش الآلي ذا؟ أنا أود اندستريال ماك. أنا أقول لك فيها ميكس. هنا في طريق، خلينا نشوف هنا. أوه صح، المبنى ذا هم جابوا الكاميرا على المبنى هذا. جابوا الكاميرا على المبنى هذا. عشان نطلع فوق دي ممكن من هنا؟ لا في دم، ممكن نحرك هذه، ممكن نحرك هذه. اوكي الله طلعتك عجيبة. طب هذه الغرفة الوحيدة اللي منورة، يعني دخولك من هنا واضح. دربك ما يبغى له كلام. Okay. Time to find a way up to the roof. Find a way to the roof. والله يا اخي يعني عجبوني بصراحة. استديو بسيط صغير. Stuff only. يبغى لنا فين راح المسدس؟ خليني دقيقة. خليك جاهز. خليك جاهزة. خريطة. 100%. We used to be happy. We used to be happy. كنا سعداء. We used to be happy. The lock is blocked with some kind of expanding foam. في فوم مقفل عليها. اوه كله طلع درجة، يعني بعمل لي كاتسين. طب عموما هدفها انها تطلع فوق. سويتش اوكي، هذا مفتوح الباب. دانك والله في جو سايلنت هيل. حلو زاوية الكاميرا. في جو سايلنت هيل. Okay, let's go out. أسأل من بالله حس في شيء واقف هناك. بدأت أتخيل. بدأت أدخل جو التخيلات يا عيال. أي بدأ هرس قوينان. يا سلام، اعطوني هيلث كثير يعني انا بنجلد كثير. ما يبغى لها واحد اثنين. جيسس واتس جوين اون، ايش فينا؟ اوه
بي كارد. غرفة 200 او 2.3. اوكي تيك ات. اوه حتى معاه نظارة. نظارة ابل صح؟ مزوين عليها رجع حقيقة نظارة ابل اللي نازل اليومين ذي، العالم جالس تمشي ولابس النظارة وتصقع في الهواء وماشية. انا ما عارف العالم فين بيوصل. حقيقة انا ما عارف العالم فين بيوصل. طيب هنا في رصاص. والله يوم شفت المقطع اليومين اللي راحت قلت ايش نحن فين واصلين يعني؟ معقول البشر ماشيين للدرجة ذي ولابسين نظارات وكنترول مايند بالشكل ذا؟ عموما ما له فيها، بس لفتني النظارة عشان كذا. اوكي هذه 200 اقول 2.10. اوكي nothing here. في صوت الراديو جالس يشتغل. في تجاوب. في سيجنال. في إشارة. صح هنا المنطقة دي، بس ما نعرف إيش معناها بالتحديد. ما نعرف ايش معناها بالتحديد، بس يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. خلاص من هنا خلصنا. ايه الكنترول علق. معليش يا والله الكنترول علق. يا الله الكنترول اقول لك علق. البطره جالسه تمشي على الجدار. ارجوك لا تعلق لي وقت القتال. في فتحه كذا. مفتاح كمان. I can see right through to the ground floor. There's something on the table. There's something in it. I can't reach it with my bare hands. كل ما اقدر اوصله بيدي. يعني يبغى لنا علاقة، يبغى لنا حديدة. ري على وجهها. سد النفس. ممكن تدف؟ No. ممكن انه يا انه اوصل لها بحاجه بحديده او هي كانت كذا اطلع المفتاح، او انه ما ادري كان في دور تحت. ماني متاكد اذا كان في دور تحت فلازم نحدد الغرفه. ميتين واربعة. انا عندي 200 تقريبا 203 او 2. ايوه هذا غرفة عندي البطاقة حقتها. اوكي يوز. خلاص ما دام دي مقفلة فاول عدو هنا. مقفلة اول عدو هنا نقابله. يس جامب داون. ايوه هناك. نروح الغرفة ذيك ناخذ. What did you found? The wall is water damaged. I may be able to break. تقول ممكن اقدر اكسرها. لازم يكون عندك حديدة عشان تقدري تكسري. هي. Hello. Hello. Mika. Is anyone there? Nice of you to drop by. Nice of you to drop. Who is this? We weren't expecting visitors. ما كانوا متوقعين زوار. يقول. How is this line still active? Refuse to die. ليه رفض يموت؟ كيف تتكلم زي كذا؟ Would you like me to? I get it. You're one of those old service bots, right? Used to take calls when people weren't home. I'm sorry.
I'm not familiar with the term service port. Service port. Right. كأنه ماشين اللي بيتكلم. Try this. بتقفل وجهه. For someone, a girl. Her name's Sasha. Please tell me. Tell me. Have you seen her? أنا أرى ما هم ماذا يرون أو ما يرون. What? Creepy fucking robot. قال انتبهي. أوكي خلاص. قال انتبهي لهم أسبوع ما بيأكلوا يعني جيعانين. أنا ماني عارف ليش الـ في إشكالية. أنا كل ما أدخل كاتسينز أو حاجة ومكان الجن يروح عليه. أيوه أمر الله قايل لكم عبر العدو لازم في المكان ذا. نخرج سليمين. طيب يلا يلا والله سليمين. اوكي بريك ات بريك ات يوز هذا صار كريك ما صار والله ما صار هامر ما وليست مطرق هذه اكبر من كذا. طيب هنا ندخل الغرفة دي. بدي أعصابي الاتصال سوالي لخبطة. إذا حذرني قال أحذر لهم أسبوع ما بياكلوا وهو ما يشوف الا اللي هم يشوفوه. ما في شيء هنا. والله نظام كلاسيك من جد. ويل بروكن. اوكي ديفايس هذا بطاريه. اوكي خلينا نشوف هنا. لا وحوسه سايلنت هيل. اللي بيلعب سايلنت هيل يعرف سلسله سايلنت هيل يعرف الحوسه اللي تكون وسط مباني في ممرات ضيق. صوت ورا. أنا ما أعرف حتى إيش اللي يطلق. واحدة تبكي يا عيال. What? What the?
والله فجعتني، والله عيال فجعتني. طب هنا في سيف بس ما انا عارف الباسورد. اوه هنا في شيء. العاب الرعب بنسبة كبيرة الساوند مهم فيها. Helen Bridges' new patient details. Her name is listed alongside her date of birth, 4th of October 2025. 2025. دائما العاب الرعب بنسبة كبيرة جدا الساوند والشيء اللي انت بتسمعه والاتنشن اللي بتعطيك هي اللعبة مرعبة حقيقة. 2025. No. هل اسمع ثاني مرة؟ A letter from her name is listed alongside. ايه يلا مشينا. وانا احب اللي يلعب في الساوند لانه مرة شيء مهم. انا جالس احوس من اول عيال في اللغز. 30 celebrating her birthday. Looks like she has a kid. Can't be more than 3 or 4 years old. عمرها 30 و تاريخ ميلادها 4/10. 3 girls at a university graduation. ثلاثة بنات. One of them appears to be heavily pregnant. واحدة فيهم حاملة وحامل. انا صدق ما فكرت الا ب 20 سنة الميلاد. 20 لا 20 25. صدق ما 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 جاب بالي للشيء ذا. لارج ميتال كي هايدن اولد كي. كيف هي حسبة 20 52؟ هي حسبة في وحوش حيجونا أكيد. ما أدري كيف عديتها. طيب won't open. أنا ما أخذت إلا هذا. يا سلام جاء العدو جاء العدو. اوكي باي باي. هو يخلص ال ما عاد في رصاص. ما عاد في رصاص يا عيال. ما عندي حتى الخشب ما عندي. الا شوفوا شوفوا. الا الا. اوكي. اوكي هذا الباب فقط كان مقفل اول. في حاجة كنا تطالع كنا تحط عينها هنا. اوكي خلينا نشوف هنا ايش فيه. فتش المحل هذا. حلو رصاص. فراش. اوكي بس انا حلو حلو يعني مجرد انه غرفه بس فيها رصاص. حلوين حلوين. يلا هات بس الباب. ممكن افتح في كل الباب هذا. يب 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 يب. نفتح الميتل كي اولد ميتل كي هذا صدق. تمام الراديو. اوكي فين مفتاح؟ هذا مفتاح جوز. شيء كلاسيك مره بصراحه. حلو اي كلاس. ثانك يو فور بلاينج ذس ايرلي ديمو فيجن اوف هارد ورك برينجينج ذا. لا مو اسلوب. هذا مو اسلوب. يقول لك راح يتم اطلاق اللعبه في الكوارتر الاول من 24. ود لايك تو هيلب سبورت. اوكي وي اوريدي ديد سبورت يو يا حبيبي. يعني ان شاء الله نكون بالمقطع اللي انت سويته. بس انت علقتني يعني خلينا على الاقل نلعب الديمو لنطلع السطوح.
شوية نشوف إيش اللي يصير قدامنا. Thank you again. طبعاً هذا الديمو جربنا اللي هو هالو بادي. تقريبا اسمه هالو بادي. إنسباير مرة بشكل سايلنت هيل. تحس بإحساس سايلنت هيل فيها فعلياً. تجربة اندي بسيطة. ما تدري إيش قدامه محتوى. بس علقونا لين وصلنا عند الباب. صراحة. انترو عادي بما انه مطور بسيط سيمبل. ف عجبني الانسباير، عجبني العالم كذا اللي حسسني بالجو الاتنشن والرعب كذا، وقريب من سايلنت هيل اللي عارف البيوت والزقه الصغيره ودور في الغرف كذا ودور البازل. انا البازل اللي حليته ماني عارف كيف. المهم يا عيال، نهايه الحلقه، نهايه تجربه هالو نبادي. ان شاء الله يكون عجبتكم. السلام عليكم.